هذا البرنامج برعاية صوت فيش عنا صوت هون. وين الصوت؟ أيوة يا عم. أيوة يا عيني يا عيني. لو سمحتوا لو سمحتوا تردوش عليها. لو سمحتوا تردوش كملوا تردوا. بتحط هاي الأغنية بتحطها بالمغني الأصلي. كملوا ايوة نركب حدك يا الماتور. طب مش على المحل مش عليك. نركب حدك يا الماتور. نركب حدك يا الماتور. نركب حدك يا الهسكوت. عاد احنا افطرنا نفس الفطور يعني هقول حاطين ستروين. نركب حدك يا الستروين. ونركب جنب الشوفير يا جماعة. هذا فعل نحت هيك ما حدا بيربح السيارة اذا بيسمعوا صوتك بتغني لها. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم بالحلقة 27 أظني ولا 28 أظنك صح 27 أظني وأظن لما كمان 27 لهيك ما ضلش ثلاث أيام لرمضان وهيك يعني قوطر عن جد قوطر رمضان ونكون إحنا راح نشتاق له بعد ما يخلص طبعا نكون ضايل له سنة إن شاء الله فلهيك بكون في مدى طويل إنه إحنا نشتاق لرمضان هلا حاليا مشتاقين للعيد إحنا شاقين للعيد وإن شاء الله العيد هذا بكون عيد خير ورحمة وبركة على الجميع يا الله آمين يا ربي طيب للمشاركة ببرنامجنا اتصل على من أرضي أو جوال أو وطني على رقم 17882 أو ارسل رسالة نصية كنت أقول رسالة نصية فيها الرقم 5 على جوال 37410 أو رسالة نصية فيها الرقم 5 على وطنية 6052 الشركات الراعية للبرنامج عنا كالعادة شركة ستروين شركة الوطنية موبايل شركة حضارة بنك الإسكان وملاهي مخماس فن لاند والفرة دائما كل شركة بحكيها يس 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 طيب الفرة مالك هيك يا طيطي ايش كنت لركب حدك متنط وبعرف شو زي لا ما هو طيب انا اسمي مش اخت هيك صار مش انقطع نفسي هذا اسمع هذا دائما بيقولوا لي انت لما بتحكي الارقام والشركات الراعي لازم تحكيهن بوقار ولازم تحكيهن بهدوء بلاش تستعجل لانه بلاش يزعلوا الشركات الراعيه طيب فهلا احنا اعطينا الشركات الراعيه حقها واللي علينا عملنا وبعدين لا ركب حدك يلا هلا غنينا لا ركب حدك يا او سيوان اللي هي يا الشوفير طبعا الشوفير ما ظنيتش نركبها انه الشوفير مش راح تطلع لنا فبنركب جنب الشوفير طبعا اذا حدا هيك بكون صاحب او حدا بنعرفه او على الاقل ما بنعرفوش بده يركبنا ياخذنا شوط فبالتالي بنقدر نركب يعني انا بركب جنب الشوفير ولا ما وراه عشان احترام دائما المرأة بتكون نعطيها الوساع الأكبر والحظ الأوفر فبنركبها ورا لحالها وأنا والشوفير بنتقاسم بالكرسي القدماني هذول وانت ورا لحالك أصلا دائما الرؤساء هيك بقعدوا ورا بقعدوش قدام مش شرط شرط في ناس بحبوش هاي البرستيج فبيركبوا قدام عادي بس احنا بنحكي عليه وفي ناس بالسوق صح بس في البرستيج انه بتقعد ورا يعني في كثير مثلا من الناس من الرؤساء والملوك كانوا يسوقوا السيارات شوفي ولحد الان جلاله الملك عبد الله بيسوق السياره لانه ابوه كان يسوق السياره جلاله الملك حسين كان يسوق السياره كل العظماء بيسوقوا السياره والطياره والاشياء صح لانه هن بالاخر بلد مين بس يعني في البروتوكولات وهيك بعده بروتوكولات في ناس يعني في عندنا وزراء ولا مسؤولين ولا كذا بحب يضل ورا قدام ورا والشوفير تبعه والحارس تاعه قدامه هيك مكيفين ومبسوطين هذول بكونوا
انا بطبش في الوزراء، بحكي في وزراء بالوطن العربي يعني بشكل عام يعني. وبعدين ليش يعني حرام حرام ما نطبش في الوزراء؟ ليش حرام ما نطبش في الوزراء؟ شو يعني الوزراء مثلهم مثل اي حد عادي يعني، هم من الشعب لهيك لازم يخدموا الشعب. الوزير اللي بيخدمش الشعب مش وزير، حرام يكون وزير. يلا على الهواء مباشره، شو بدكم؟ كيف انا معك كده؟ سلمت امك. ها خالد الله بالخير. بس انا بعرفوش انا بعرفش خالد بقول لك هذا متسوس بدي يسحب رجلي. مين هذا اللي جايبينه على شباك لبيك يا جماعه؟ ليش غيرتوا يا سيدي؟ انا بتحمل، انا والفره بنتحمل مسؤوليه كل شيء. دخل الفره، بقول لك انا ما دخلنيش. شو العتمه اللي صارت؟ ها فره امبارح حضرت فيديو لشيخ، قصة الجو. والله حضرت فيديو لشيخ ماسك جيتار بيده اليسار وماسك ميكروفون بيده اليمين وحواليه شيوخ هيك وبخطب فيهم، بخطب على الجيتار. وهذا الكافر، اول شيء ما شفناهوش يعني، ما شفناش الجيتار. وهذا الكافر وهذا كذا وهذا كذا. هلا قلت شو ماله هذا الزلمه اللي هو بمسك لك الجيتار؟ وقال الان حان انه احنا نعدم الجيتار. حط الميكروفون على جنب وبلش طراخ 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 والناس الله اكبر الله اكبر. الشيوخ اللي حواليه بيعدم في جيتار والشيوخ اللي حواليه بيقولوا الله اكبر. يعني مليح ما قطع له ثلاث اربع اوتار اول شيء، ولا قطع شو اسمه وعذبه هيك. هاي حقيقه يعني؟ والله حقيقه موجوده على بالفيسبوك وشفتها في مواقع التواصل الاجتماعي. شو؟ لا لا يعني جيتار، شو عامل الجيتار؟ انا 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 مش فاهم يعني. هلا بقول لك رجسه من عمل الشيطان. طيب شو الشيطان اللي فيه؟ والله ما في شياطين، والله ما في شياطين. وبعض الناس يعني في بعض الناس الموجوده في المجتمع هم شياطين اكبر من الشيطان نفسه، واكبر من الجيتار، واكبر من الدرمز، واكبر من ال والسكسفون. وسمعنا أغنية جكر في الشيخ اللي كسر الجيتار. يلا ورقصني وش القفص وغازة. وحياة أبوكي رقي، وحياة أبوكي رقي، وحياة أبوكي رقي، وحياة أبوكي رقي. يمكن ربك شفته هلا مع التألق والرقص. شايف في ناس بتغار بظلها ساكتة قاعدة هيك مش قادرة تعمل إشي، جلدها بحك يعني بكون بدها ترقص. زي امبارح في الحفلة في ناس قال لي مع الحفلة الإسبانية بقول هلأ نفسي أرقص. هلأ أولي أولي وحي الله يبسطك كمان يا هلأ مبسوطين لأنه العيد جاي جرب. اي نعم مسكرين علينا في منطقة الخليل، الله يكسف اعمارهم. الجيش مسكرين علينا، مسكرين كل المداخل، مداخل الفوار مسكرينها، مداخل دورة، بيت أمر، بين نعيم، يعني بيعيننا الله. شو بدنا نعمل؟ ونروح لمالك من إذنه. ألو مالك. ألو يا مالك القلبي. السلام عليكم. عليك السلام. أهلين مالك. مالك يعطيك العافية. الله يزيدك عافية مالك، الله يسعدك يا حبيبي. هبط لنا صوت التلفزيون شوية. هبط الله يرضى عليك. وطيه. هبط هبطه أو وطيه أو نزل الصوت، شو بتحب؟ حياك الله. أنا هبطت. هبطته؟ وهبط لنا صوت الأولاد اللي عندك شوية. هاي
كله مجمع اليوم كلهم متجمعين عشان يجاوبوا على سؤال. طب اسمع مالك ملك السيارة وفيش سؤال. اذا السيارة هلا بدي تعمل لي شو اسمه حفلة، بدي تعمل لي حفلة يعني كبيرة وضخمة. والله ان شاء الله الحمد لله. ان شاء الله يا حبيبي. كيف اجواء العيد في اذنا؟ في حواليك وحواجز شيء؟ الحمد لله الوضع تمام الحمد لله رب. هلا الاسرائيليين ما هم سكروا علينا في هالعيد. بعين الله الله بفرج. بعين الله يا حبيبي. طيب يلا روح على البسطه. حياك الله. يلا شو الرقم بدك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. رقم 22. رقم 22 يا مالك. رقم 22. طيب بس بدك تساعدنا. احنا مساعدينك مساعدينك لانك من اذنا ومن غير اذنا، يعني لو كنت من اذنا من اي منطقه بنساعدك. اذنا بلدك الثاني. الله يسعدك يا حبيبي والله بتشرف والله. اذنا لنا فيها اصدقاء وحبايب وبعدين نسايب كمان. حياك الله. طيب حبيبي، ما اسم اول سيف تقلده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ذو الفقار ولا ذو الحدين ولا القاهر؟ ذو الاول. ايوه شو الاول؟ ذو الفقار. ذو الفقار. ايوه 100 دولار من مخماس فنلاند. مبروك يا مالك. الف مبروك الف مبروك مبروك يا حبيبنا. مالك قال الاول عشان دائما احنا اغلب الاجابات تكون الاولى. هي بيني وبينك يعني 90% من اجاباتنا كل يعني الاولى، لهيك اي حدا بتردد قول روح على الخيار الاول. هلا اذا ما كانش الخيار الاول احنا بنساعده، اما بكون الخيار الثاني او الثالث. طيب مشاهدينا للمشاركه ببرنامجنا اتصلوا على ارضي على 17882 او ابعثوا رساله نصيه فيها الرقم 5 على جوال 37410 او على وطنيه 6052. شو لا انت بنطلونك اليوم بيقولوا لي شايفينك امبارح وانت في شو اسمها هاي المحلات البالي والاشياء فشارب. امبارح كنا بعشا الفلسطينيه كيف يعني؟ لا الصبح والله حكولي الصبح كاني شايفين لما ومصورين هذا البنطلون. هذا البنطلون قال بقول لك امبارح. سمعونا اغنيتها سمعونا اغنيتها حاطين انا زلمه طفران بدي اشتري اوعي من البالي. بس هالزلمه البالي احلى لي كرمز ونقي معلم. اليوم صحيت بكير بدي انزل على البالي بلاقي فيها كل شيء ممكن يخطر على بالي. لبست وتنكرت حاولت اغير صوتي ينعن حظ عرفوني من بوتي. انا مش عارف شو عرفوه عرفوني من بوتي. بس كبير وجهي في عليها بس تنظيف كثير. هيك ولا تطلع شو بيسوي هون ولك تعال البلوزي هون باربعين قرش. اربعين قرش البلوزة عنا عينك بتعين عبود بس بتلاقي فردة وحدي وما في تاني لو بتموت. في البالي في كتير ماركات ما بدهاش بكل ليرات. البس شكلها وتزبط وعرض قدام البنات. اعطيني قطعة من هاي كم بدك تحسب لي هاي يا نبيل راعينا جايب لك زباين معك. ضلك فاصل فاصل فيه تا يطلع لك قطعة فري والقطعة الأكثر من ليرة اللي في وجهك ما تشتري. أيوة أنا كمان بالبالي في مفصلة المولات أنا وفر بالبالات. أنت عامل حالك شيك ضلك ضيع مصاري. أنا بس الثلاث ليرات بطلع أكثر واحد شيك 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 شيك. لا تقنعوناش، في كثير ناس تربس بالبالي تاخذها بتكويها بتغسلها وبتكويها بتطلع بقول لك واو والله لابس بولو، واو والله لابس لاكوست، واو والله مش عارف ايش. ليه بتعمل لهم دعايات؟ لا لا ليش يعني هم احنا بنحكي عن البالي. طيب الماركات هاي اللي بنشوفها الماركات هاي كلها اللي بنشوفها لابسينها نصها من البالي. انا قميصي هذا من البالي. شوفي هاي جاكيت لما من البالي عادي. شوفيها الله يبليك. يبليني ببالي. الله يسمع. انا كنت في دوله اجنبيه، لا مش في اليابان في اوروبا، في لي ابن عم دكتور فبقول لي يا زلمه واحد ثاني بقول له هذا كل لبسه ماركات اشي كذا واشي كذا واشي كذا. هلا انا هيك وشوشته بقول له تدقش كثير كله ماركات الخليل. هذه بعشرين شيكل، البنطلون بسبعين. قال لي يا زلمه معقول؟ قلت له اذا بدك المره الجايه بس هات لك 200 دولار بعمل لك بودي لك شو اسمه كنت شروي بكسيك لكل السنه. والله غاده ممنوع ما في شيء خلص
شافوا ماركة سواء كانت مزورة أو مش مزورة، هذه ماركة بالنسبة لهم عندهم. والبلوزة حقها 200-300 يورو يعني، بدنا قرض لنشتري بلوزة من ماركة. أو شو أني لبست العيد، لبست العيد بدك على الأقل 10,000 شيكل إذا أنت بتقدر تشتريها في أوروبا طبعاً. إذا ماركات، إذا مش ماركات بتروح من البلات وأشياء بتلمهن برضو. كمان في بالة غادة، في سكند هاند، سكند هاند، وفي بالة كمان سيكند. لا في بالة عرب ببيعوا، العرب وين مكان مسيطرين على البالي يا جماعة. العرب مسيطرين مع التوفير. لا اسمع بس، على سيرة البالي أو مش يعني، شوف الدعاية اليوم انه بقول لك شجع صناعتك المحليه، يعني في منتج اللي بيكون من برا، في منتج اللي بيكون صناعه محليه، نفس الشيء بس من برا انت بتشتريه عشانه مستورد ب 300 دولار، واللي من قلب البلد بيكون حقه 50 دولار خلينا نقول. فانه فكك من عقده الخواجه وادعم صناعه بلدك. اه وصناعات البلد الوطنيه، صناعات ممتازه، في بوات، في احذيه من الخليل، من مناطق، من نابلس، من في جلد، يعني في اشياء كثير عظيمه وحلوه، وبنصدر لبرا. والمشكله لما نصدرهم لبرا نرجع نشتريهم منهم بسعر غالي. لا لا، بنصدر النعل المشكله، وبنكتبش عليه ميد ان فلسطين، بيبيعوه. يعني هذه كمان احنا لازم نحكيها للتجار وللناس اللي بتعبوا وعمالهم قاعدين بصنعوا، انه انت ليش ما تكتب هذا الاشي ميد ان بالستاين؟ ليش انت تبيعه للخواجة من برا ويكتب عليه الخواجة ميد ان فرانس ويرجع لنا؟ بالضبط. لانه صار في واحد كاين قاعد جنب واحد بقول له والله كندرتك حلوة، من وين شريتها؟ قال له والله من فرنسا، حقها 300 دولار. قال له من فرنسا شو؟ راح في بيته، راح جاب نفس الكندرة، قال له هيها، قال له وين هاي؟ قال له هذه صناعة عنا، قال له هذه من فرنسا، قال له آه، وطلعت عن جد من الصناعة الفلسطينية، ومشتريها وحقها عنا 200 شيكل، ومشتريها 200-300 يورو. هاي عشان عقدة الخواجة. عقدة الخواجة، وإحنا بنحب نكبر الأشياء. في ناس كمان إيش؟ بتروحش بتشتري أواعي مثلاً من المحلات العادية، بقول لك أنا عندي برستيج، أنا عندي يعني أنا بزبطش أنزل على البسطات والسوق العادي، بروح بشتري من محل، طبعاً اسم المحل بكون كذا، وهاي هاي حاط له كم ديكور وأشياء هيك من الهاي هاي، البلوزة اللي بتكون على البسطة بعشرين شيكل بدخل بأخذها بمية شيكل وهو مبسوط، مبسوط بكون. حصلت مع ناس كثير، نفس البلوزة بمية شيكل موجودة في هذا المحل، تنزل على البسطة وبمحل ثاني موجودة بعشرين شيكل. على كل طيب تليفون. ثائر، مساء الخير يا ثائر. مساء النور، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ احكي معنا. احنا تمام، جنين عجة. اهلا وسهلا ثائر. منين بتشتري ملابسك انت؟ من المحلات الهاي هاي ولا من وين؟ نعم، من وين تشتري ملابسك؟ من البالي ولا من المحلات الماركات؟ لا من المحلات الماركة، من البالي. ليه؟ ما بتحبش البالي؟ أو بدناش نقول البالي، خلينا نقول من المحلات العادية الشعبية يعني. العادية الشعبية أكيد. لازم إحنا نشجع الصناعة المحلية والمحلات المحلية يعني. مزبوط أكيد. الجنينية والخليلية والنابلسية وكل هاي المحلات. والرنية. الرنية. الرنية فيها صناعات؟ الرنية لا، فيها أنا. فيها أنت. طب يا ثائر أي رقم بدك تختار؟ بختار رقم 27. 27. كيف الأجواء اليوم عندكم؟ والله منيح الحمد لله تمام. والله ممتاز. طيب سؤال، من أول من سمي أو من أول من سمى القرآن مصحفا؟ أبو بكر الصديق ولا الزبير بن العوام ولا هشام بن عبد الملك؟ الملك. أبو بكر الصديق. مبروك عليك 100 دولار من خماس فنلاند. ألف مبروك، ألف مبروك. طيب للمشاركة بالبرنامج اتصل من أرضي أو جوال أو وطنية على 17882، أو ارسل رسالة نصية فيها الرقم 5 على جوال 37410 أو وطنية 6052. الشركات الراعية للبرنامج هي شركة ستروين، الوطنية موبايل، شركة حضارة، بنك الإسكان، مجمع ملاهي مخماس فنلاند. فاصل صغير وراجعين. سرعة 8 ميجا مش حلم، لا حقيقة.
حضارة يا سلام. اشترك بالعرض الجديد من حضارة واحصل على انترنت بسرعة 8 ميجا بأقل من شيكل واحد باليوم. للاستفسار 1700-100-100 أو حضارة.بي.اس. حضارة أكبر شركة انترنت فلسطينية. بسيط جدا لكنه قوي جدا، سريع فعال وعالمي، هو نظام أمن ذكي ومنتشر على مستوى العالم، مصمم ليقدم أعلى مستويات الأمان والحماية على وجه الأرض. لا تجعل الأمان رهينة للمجهول، اختر الأفضل. حساب توفير بقيمة 200 دينار كحد أدنى أو غذي حسابك لتحظى بفرصة الفوز ب 75 ألف دينار الجائزة الكبرى في نهاية الشهر الفضيل، 10,000 دينار الجائزة الأسبوعية نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل، 10,000 دينار جوائز طردية يربحها 100 فائز نهاية الشهر الفضيل. بنك الإسكان، بنكي للحياة. Thank you.
تذكروا هذه طاق طاق طاقية؟ الله يرحم أيام الألعاب الحلوة. آه. شو كان في ألعاب؟ في الحيزة. كان في طاق طاق طاقية والسبع طبق السبع شو قفة بسموها؟ شو السبعة؟ سبعة. كانوا يحطوا أشياء هيك سبعة ومع ال سبع حجار. طيب سبع حجار. لا وفي هاي شو بتسموها أنتوا؟ اللي بترسموا مربعات. الحجلة. الحجلة. شو اسمها عندكم؟ الحيزة. الحيزة عندهم اسمها الحيزة. الحجلة تبعتنا بسموها الحيزة. وفي كمان المغيطة. أنا مغيطة اللي بتنتين بوقت. هذه ألعابهم مدلعة. آه. شوي بنحط مغيطة. بتعرف تنتين بوقفة مع البنطلون الممزوع. آه. بتحط تنتين بوقفة مع البعيد بحطوا هيك مغيطة يعني على مع شقتين بتعرف بتصير تنط هيك. هذه قبل قديش؟ وصل المراحل. احنا بنحكي في التسعينات وفي الثمانينات. طيب انا كان شو انا بحكي بال عمرنا ما سمعنا فيها. سمعت فيها هذه اللعبه يا فراس؟ لا مش الالفينات. مالكم انا كان في عندنا العاب كمان كل العابنا ما شو نصها ضرب بضرب في 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 شو اسمه كنا على المقلاع هذه اللعبه بس اسا على المقلاع كثير عم بيجيبوها وفتحت الورده وغمضت الورده هي رجعتونا بوبو. عن جد المغيطة مش عارفها اسا. والله ما بعرف. ببلاد برا عم بيصوروا تنتين بروحوا على نص الشارع بصير بحطوها المغيطة بصيروا انه الناس الكبار يجوا. هذه يا جماعة هلا لما بناخذ اتصالات بنسألهم عن المغيطة هذه أول مرة. بعرف اسمها اسم ثاني. أنا بعرف الحجلة بعرف عندهم الحزمة اسم هذه. الحيزة. الحيزة الحيزة. صار ناس. الحيدة الحيزة بتحكي لها فلهيك بدها مترجم الحيزة. لا. وحيزي لغاتي شوي وبعدين وبعدين في عندهم في عندنا كمان حكينا فتحت الورد وعلي وطوط وكان في لعبه حاكم جلاد هذه ننهري ايدينا والغماي وكان في لعبه كنا نلعبها واحنا صغار نرسم اشي زي هيك دائره شو اسمه شو بسموه هذه الواحد بضل يحجل واي واحد بشمطش اللوط بنيمه والضربه هاي والجوره والقلال اي العاب بتجنن الايام هاي كله على بلاي ستيشن الايام هاي على البلاي ستيشن على التليفون على سناب شات على شو اسمه الاولاد لا اسمعوا بس هذا السناب شات ورجى انه العالم كلها كان نفسها تكون كلاب عن جد كانوا حابين انهم يكونوا كلاب يا عن جد يعني ضيعتوا روح الطفوله عنا يا شو هاي كل ماسك موبايله وعم بحكي مع حاله مش شايف اي حدا على يمينه وشماله حاطط راسه بالشاشه وطاقه باللي قباله كل هذا صورة سناب شات صورة من هون سناب شات سيلفي من هون سناب شات جن التليفون سناب شات سناب شات صورة من هون سناب شات سيلفي من هون فيسبوك جن التليفون واتساب بينت أول ما تصحى بتمسك ما شاء الله علينا أي وحدة يعني الشباب يعني ممكن يستغنوا عن هاي الاشياء اي واحده تمسك تليفونها تمسك تليفونها وتعمل له اعاده ضبط مصنع ممكن تروح فيك اعدام صح ولا لا لا والله والله بتقدري تستغني على الفيس وعلى السناب شات وعلى الواتساب اسمع احكي لك شغلي قبل كم شهر نسيت تليفوني نسيته بالبيت وقعدت يعني وقت طويل ضلني روحت مش معقول الراحه والله عن جد انه خلص انت مش هلا انت بتحكي راحه لانك نسيته بس لو انه معك بتضلك ملزقه فيه ما هو هي عشان هيك انه عن جد بتحس راحه بتكتشف انه الحياه حلوه انه السما زرقاء انه في ناس تتخرف معهم بعدين بتصير تحسبي كم لايك اجاني كم كومنت سناب شات مين وداني من كم مسكول لا بس عن جد عن جد بتكتشفوا يا جماعه انه في ناس تتخرف معهن في حياه حلوه طيب يا جماعه معناته بندعوكم احنا من خلال برنامج شبيك لبيك حاولوا تتخلوا عن تلفوناتكم لمده شهر لا شو شهر كثير اكتشفت ناس بشوفهم كل يوم لمده ساعتين مش شهر مين بيقدر يتخلى عن تليفونه
الفرة هاي الفرة راح يتضامن معنا ويتخلى عن تليفونه، بس المشكلة تليفونه لوكس للفرة لهيك. يعني إذا بتحب تليفون الفرة، هاي تليفون الفرة أعطيني 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 أم عداي. أيوة هاي تليفون الفرة شايفينه، هاي هاي هاد ملتي، هاي 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 بجنن. أيوة بعدين بعدين هاي لوكس يصير يبحث عن الأشياء، هذا حلو التليفون يعني أفضل. بعد أنت بس هذا مية هذا تخلصش بطاريته. بس المشكلة تعرف إنه هذا التليفون تقعد بطاريته أسبوع بتبع بسوش فيه. توت توت توت. شو يا جماعة فيش هون توت عنا؟ لا فيش عنا توت. لا يعمل شو هذا شو اسمها؟ طب بدنا أغنية. شو اسمها؟ كبسوش. طيب مشاهدينا للمشاركة ببرنامجنا اتصلوا على أرضي على 17882 أو ابعثوا رسالة نصية في الرقم 5 على جوال 37410 أو على وطنية 6052. قبل التليفون في فرة واحدة كاتبة على الفيسبوك، على قصة الفيسبوك فيسبوك كاتبة شو يعني فقوس بالهمزة؟ شو يعني فقوس؟ رد عليها واحد شو بحكي لها؟ خيار شموا. لا لا عصير الفقوس اليوم الفقوس المكبوس كان إشي طيب. اه خيار شموامة هذا الفقوس كان طيب عشان مخمل المكبوس. طب والمكبوس شو بتسمى خيار شموامة مكبوس؟ خيار شموامة مكبوس خيار شموامة معتق معتق. اه لا جيبي سيرة المعتق لازم فيه توت يعني بلاش يقولوا لك راح وراح على شيء ثاني الدنيا رمضان. لا لا معنا تليفون. الو هائف منتصر. لا التوت تعيتي ملاش لعب التوت تعيتي. الو معتق على الخيار. الو ايوه معك. استنى يا اخوي بس تسكت لمع من الكلام هذه بتضلها تبرم قصدي تحكي. قال قال مع انت هيك بتقول انه انا ضلني احكي يا منتصر اتفضل. لا انا بس هو اللي هو صح بضل يبرم كل الحلقه بتسكتش منتصر. بس اجي بدي اقول حرف بكمعني بخليني اسكت بكمعني. من وين يا منتصر؟ من بيت لحم. يا حي الله سهلة. هذيك السنة كان في سيارة لبيت لحم والسنة بدنا كمان سيارة تروح لبيت لحم إن شاء الله على خير. هلا أنت من نفس المدينة من بيت لحم ولا من نفس المدينة بيت لحم؟ شو بتسموا الفقوس عندكم؟ الفقوس؟ آه الفقوس فقوس شو بنسميه؟ في واحد في واحدة بتسميه خيار شموه شو اللي شو 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 أنا لا الخيار خيار والفقوس فقوس. طيب يا أخوي تفضل يا منتصر على البسطة. الطيط اليوم لابس بنطلون أخضر ومش عارفين نحكي معه. آه يلا. أخضر مخنن. منتصر. نعم معك. يلا شاور الأهل وشو الرقم اللي بدك إياه. الرقم يا منتصر الله يرضى عليك. الرقم اللي بدي إياه. آه. رقم 10. رقم 10 هذا رقم ميسي ولا شو اسمه؟ هذا رقم 10 بحبه مرات ترى. يلا ان شاء الله. سيارة رقمها 10 انا. اه خلص طب ان شاء الله. يعني عندك سيارة ان شاء الله. السيارة لا والله سيارة شغل يعني بشتغل فيها. هلا طيب منيح ان شاء الله بتطلع لك السيارة بس طلع لك سؤال. طيب. السؤال بيحكي من أول من وضع صورته على العملة؟ من أول من وضع صورته على العملة؟ آه على العملة. من أول من وضع صورته على العملة؟ آه العملة للمصاري. هل هو الإسكندر المقدوني ولا معمر القذافي ولا قيصر الروم؟ قيصر الروم معمر القذافي ولا الإسكندر المقدوني؟ الإسكندر. أيوة هو. إسكندر المقدوني. $100 من بنك الإسكان مبروك يا منتصر. ألف ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. جنست على الإقدامي. جنست السؤال جنس قبل العيد. شو الإقدامي؟ شو جاب الإقدامي على عشان مقدوم قال هو فتذكرت الإقدامي. شو بعرف إقدامي بالمقدوني شو دخلها مع هذاك زعيم وهذه إقدامي يا زلمة تذكرت الإقدامي. شو صح بتذكر بالعيد في إقدامي مالحة وفي إقدامي حلوة وفي إقدامي مبروشة وفي إقدامي تكون بالحلويات العيد ملونة وفي إقدامي ذكرني بسوق القوت حسب حسب في 6-7 أنواع إقدامي. يا هو يا إقدامي نامي جوزي لما نغبرها كنت أنا نايمي يا إقدامي مغبرها يا إقدامي نامي جوزي لما نغبرها كنت أنا نايمي شوف عيني شوف شوف روحي شوف شوف حركات الناعمة شوف عيني شوف شوف روحي شوف شوف حركات الناعمة شو أنا عم من هيك ما فيش غبرة ويا أقدام ناعمة يا عيني لما نغبرها كنت أنا
هذه أغنية في وراها إشي قضامي ناعم المهم انت فرفحت ورقصت طيب. بنعومي لانه اليوم كلياتنا عمالنا بنحكي عن سناب شات والتليفونات والايباد. في شاب اخذ حبيبته او صديقته على مقهى ف طال الايباد فبحكي للجرسون فبقول له انه بالله اذا سمحت الواي فاي كود وشوف يعني شوف الانسه شو بدها. فلهي بتقول للجرسون الواي فاي كود هذا بيجي مع حليب ولا بدون؟ طبعا بقول لك شمطها كاف لحد الان في الليل بتقوم وبتصحى وبتعود بتنام بتقوم وبتصحى وبتنام بعد ما هالسؤال فعنه هاي لازم يتجوزها لما واحدة مش عارف الواي فاي شو هو لازم يتجوزها ويقربت فيها مش لازم يشمطها كاف. هاد بفهمش طلع هو بفهمش هاي صارت عملة نادرة يعني والله يعني لما بتشعر في الواي فاي يعني ملهاش بالتليفونات ملهاش فكرك احسن لما مثلا واحد والزرع اللي على الراس واحد يتجوز واحد بتفهمش في هاي الاشياء افضل يعني او يعني العكس مثلا واحد يتجوز واحد بتكون تلتهي باشياء تانية غير كل الوقت وهيك بتعرف كيفه لا 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 ما هيها لما في اول برنامج دائما وبعدين لما اللي بيعرفوش لما قبل ما نطلع على الهواء بتبلش شيء ما تصورتش اليوم السيلفي ما خالد خد لي صوره سيلفي والله خد لي صوره لا خالد مش سيلفي خالد صوره العاديه خالد خد لي صوره عاديه انت بتاخذي السيلفي السيلفي هي اسمها سيلفي صحيح للغباء عنوان للغباء عنوان طيب اول ما اكتشفوها السيلفي كيف فكره كيف عن جد كيف عمسطره في كانوا لزقوا الكاميرا ومش عارف ايش حمصطره كانوا يجيبوها بصيروا هيك سيلفي بعدين يعني واحد طلع فقال لك انه بدل ما انتم تعملوا سيلفي حطوا يا عمي الكاميرا قدام كاميرتين كاميرا قدام وكاميرا ورا الكاميرا القدام هذه سيلفي اللي هي سيلفي شيء شخصي والسيلفي الباك باك سيلفي هذا شو بسموه هيك للناس الثانيين لا زي الفره والاشياء ولحد الان يعني ضل السيلفي موجود. فهلا ابصر بعد 5-7-10 سنين شو يخترعون في التليفونات وكذا. اذا صفت التليفونات عمالها مش قادرين نتوقع شو الاشياء اللي بعد هيك بالتكنولوجيا يعني. صح التكنولوجيا بتتطور بسرعه. لازم يطوروك التكنولوجيا يعملوا نسخ جديده منك. مني؟ لا بزبط لانه انت حرام يعني حرام البشريه تخسرك. الله يسامحك. ليه حرام ولك حرام؟ الله يسلمك يعني الله يسلمك. فيش اكستنشن اليوم مع انه قابل للاكستنشن شعرك انا اللي سويته اسكت هند مش هون اليوم اه وين انا اليوم تمكيت يعني يا جماعه معلش اسفين هذا في واحد فافي راح كان ضحك الفره واحد فافي راح قال بدي اروح اجرب اتعاطى مخدرات يعني صاحب حاله راح عشان ليه بتعاطوا مخدرات بالإبر شافوا الكل خافي بالإبر قالوا له بالإبر قال لهم فيش منه تحاميل لا يا جماعة لا 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 بسيط اليوم بطمنت نفسه هذا الفافي نفسه هذا الفافي نزل في مظاهرة ضربوا عليه إيش غاز الجيش ضربوا غاز فاتصلت فيه أمه أو أمه زي ما بدها لما اتصلت فيه بتقول له فصار هو يبكي فقالت له مالك يا ماما شو فيه كذا قالها ضربوا علينا غاز ببكي وبحزن يا ويلي طب اسمع هذا الفافي لما بروح على مظاهرة كيف بروح يهتف شو بأمان كيف بهتف كيف بهتف أنا بسألك أنت كيف بهتف أنت قول لي كيف بهتف بعرف لا بعرف شو بنروح من الدم بس يلا قولها كمان دور كيف لا دي عملناها في وطن عواتر في شو اسمه ما عشان هيك عم بسألك اللي بده اياها يشوف تحت الفافيات يشوف عماد فرجين كيف وخالد المصو هم زبطوا له ومين اللي طرشني قتلي؟ اجى عمك بطيط الهمش طرشن قتلي كل التحيه للشباب عماد فرجين وخالد المصو لمنال عواض موجودين حاليا بالاردن كل الاحترام والتقدير ابي قلب مين ده؟ طبعا لازم زملائي واصدقائي وفنانين يعني برفعوا الراس والله
طيب وكل التحية للأستاذ خالد الديك وللفرة والشباب. خالد لا لا شو خالد عماله قاعد بيزبط في الكاميرا تعطي لها شو فيه والمخرج وكذا. فطيب أعزائي المشاهدين بدناش احنا نروح من أجواء البرنامج لإشي ثاني. للمشاركة بالبرنامج اتصل من أرضي أو جوال أو وطنية على الرقم 17882 أو ارسل رسالة نصية في الرقم 5 على 37410 أو الرقم 5 على وطنية 6052 5. صار زي مصطفى الآغا طبعا رقم 5 والقلم هذا رقم 5. الشركات الراعية شركة ستروين، شركة ستروين، الوطنية موبايل، شركة حضارة، بنك الإسكان وملاهي مخماس فنلاند. ومعنا تليفون. ألو سمارة. سمارة ألو مرحبا سمارة، حياك الله. تمام من وين سمارة؟ حبيبي روح السمارة واخد عقلي واخد عقلي. حطوا له أغنية لسمارة، حطوا له أغنية سمارة تسمعها. أغنية سمارة من نابلس. يا هلا، كيف الأجواء عندكم اليوم بنابلس؟ والله تمام ألف والله. هلو كيف يا عجقة عيد؟ والله ملاني ملاني. فيش عندكم طوق أمني يعني؟ نعم؟ فيش عندكم طوق أمني؟ لا 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 طوق أمني أحسن من أول. طب شريت؟ أنا حكيت طوق أمني مش طوق أمني. من وين شريت أواعي العيد ولا بعدك؟ لا لسه بعدي. من وين بدك تشتريهن؟ من نابلس. من وين؟ من نابلس. من يعني واحد يشتري يعني واحد يشتري اشياء للعيد من البالي. بزبط هلا البالي هاي لها اجواء او لها اوقات. لا لا بس بتشتري ماركات ولا صناعه محليه؟ لا شيء اصلي بجيب ماركات. ماركات يا عم الماركات. طيب يعني سعر البنطلون قديش يا شو اسمه؟ قديش ميزانيتك للعيد يا سماره؟ 150 هذا 150 مش ماركه يا زلمه. هذا الماركة احنا بنحكي من 600 فوق. ننعيش ننعيش كيف ما نخطب الواحد. طبعا. طب يا سمارة هاي الأغنية لك. حبيبي روح السمارة واخد عقلي واخد عقلي. حبيبي روح السمارة، حبيبي روح السمارة. هاي يلا هاي منا لك يا سمارة. تسلم والله على راسي. اي رقم بدك يا سماره؟ بدي 18. 18 طيب سؤال. نعم سؤال سؤال. طيب هو سؤال، ما هو سؤال يعني شو سؤال سؤال؟ سوره في كتاب الله. نعم. لا تخلو سوره في القران. لا تخلو ايه فيها من لفظ الجلاله، فما هي؟ المجادلة ولا الفاتحة ولا الناس؟ رب الجلالة. المجادلة. المجادلة. في عندك شيخ صار. مبروك عليك $100 من مخماس فنلاند. هاي سمارة في عندك شيخ كاين. سمارة. راح سمارة. سمارة. سمارة روحيه. طيب مشاهدينا للمشاركة برنامجنا اتصلوا على أرضي على 17882 أو ابعثوا رسالة نصية في رقم 5 على جوال على 37410 أو على وطنية 6052. وفاصل صغير ورجعين. أيامك ربيع وفلوسك ما بتضيع، باليوم أقل من شيكل وإنترنت سريع، سرعة 8 ميجا مش حلم لا حقيقة، حضارة يا سلام. اشترك بالعرض الجديد من حضارة واحصل على إنترنت بسرعة 8 ميجا بأقل من شيكل واحد باليوم. للاستفسار 1700-100-100 أو حضارة.بي.اس. حضارة أكبر شركة إنترنت فلسطينية. بسيط جدا لكنه قوي جدا، سريع فعال وعالمي، هو نظام أمن ذكي ومنتشر على مستوى العالم، مصمم ليقدم أعلى مستويات الأمان والحماية على وجه الأرض. لا تجعل الأمان رهينة للمجهول، اختر الأفضل.
Citroën. يا نايم وحد الدايم، يا نايم وحد الدايم، اربح معنا بشهر الخير مع حسابات التوفير 75,000 دينار ولسه جوائزنا كتير. افتح حساب توفير بقيمة 200 دينار كحد أدنى أو غذي حسابك لتحظى بفرصة الفوز ب 75,000 دينار الجائزة الكبرى في نهاية الشهر الفضيل، 10,000 دينار الجائزة الأسبوعية نهاية الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل، 10,000 دينار جوائز ترضية يربحها 100 فائز نهاية الشهر الفضيل. بنك الإسكان، بنكي للحياة. انت حط على الفرة، يلا فرة نعشق ونكب ونعيش مع بعض حياتنا رجعين، ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا. تعالى 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 يا حبيبي العمر، تعالى 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 يا حبيبي العمر، تعالى كل اللي انا عشته بعدك عمري ده مش محسوب. يعني هذه راجعين لانه رجعنا لكم بالمصري، ولما قلت المخرج بحكي نفسها تهز بس مش عارفة، يعني مش عارفة على بعرفش، ووعدتنا بعد الهوى يعني تهز برضو ما هزتش مظهر. إلهي هز أرضية تهزك هز، أنت نايم هيك ومرعوب. قصة الهز ومش هز، غرم واحد أسترالي طلع على بنت قال بعمق يا فرة، واحد أسترالي بالشارع متطلع على متطلع على واحدة يعني من راس، عمل لها سكانينج من راسها لرجليها هيك متطلع عليها، فغرموه 60 جنيه استرليني بس. تصوروا لو هذا القانون يمشي عندنا. احيك ايش بده كل يوم قرض عشان يسدد نظراته. والله عن جد بس حلو هذا القانون. لا يعني قانون 60 جنيه استرليني عشان تطلع واحد بعمق، يمكن الا هو بعمق
ما هو بعمق، لأنه هيك هيك كاتبين بالخبر. شو بدهم يكتبوا يعني بالخبر؟ لما بكون خبر صحفي شو بدهم يكتبوا؟ لا يعني بس حبيت رمح بعمق. رمحها يعني ولا سبرها ولا قنصها ولا شو بسموه أكلها يعني؟ شو بدناش نضل نقول طوط؟ قبل شوي حكي قبل شوي حكينا كلمة قلت طوط 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 أكلها بعيني. فلهيك كل يوم إحنا الشباب عنا بكونوا. طيب للمشاركة بالبرنامج اتصل من أرضي أو جوال أو وطنية على 17882 أو ارسل رسالة نصية فيها الرقم 5 على 37410 أو الرقم 5 على 6052 ونروح لتليفون. ألو أحمد. ألو. من غزة. سلامات حبيبنا، كيف حالك؟ الله يسعدك، كل عام وانتو طيبين منورين. خير وانت طيب يا رب. يعني اليوم هو أنا من سوء حظي إنه أنا طالع على السوق وأنا قاعد على التلفزيون أتفرج على أتفرج يعني أشاهد القناة. ولا إشي عم تشتري مشتريات يعني العيد؟ والله يعني أنا طالع أنا والأولاد وزوجتي، ويعني بنقول من سوء حظنا إنه اليوم ما بنتفرج على القناة. ولا إشي بتحضروها بالعادة، انبسطوا واشتروا كتير أغراض وكل عام وأنتم بخير. كيف؟ وأنتم بخير. أنتم بخير. في عجقة عندكم السوق بغزة ولا؟ والله هيها عجقة الناس شوية يعني تعرف نزلت الرواتب شوي وهي بركي الحمد لله ربنا يعدل الحال. منيح اللي نزلت الرواتب يعني عشان هيك تشتروا. شايف 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 إن شاء الله عقبال عقبال رواتبنا يا الله والجميع. احنا لسه بقول لك ما قبضناش. ليش يا سيدي؟ ليش ليش ليش؟ ايش؟ زعلتونا هيك؟ لا بنفعش هذا. ليش بعدين احنا بنسأله السؤال هذا بنشوف الناس بنسأله. يبقى معناته هتعمل فيت كمان مرة. لا ما عملناها البيب بيب 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 بيب. طيب انا اليوم وظيفتي اعمل توت. يلا روح على البسطة يا اخوي احمد. هو انا هلا مش شايف هالبسطة. اختار 1-30. اختار رقم واذا موجود موجود مش موجود. طيب واحد مش موجود. موجود واحد. طيب يلا كويس. يلا رقم واحد. رقم واحد. من أول من فتح المدارس والجامعات؟ أكيد مش أنا. أكيد مش أنت. البوابة. هذا اسمع أنا بحكي لك نكتة. في واحد أستاذ قدام طلاب حكى من قتل عمر بن الخطاب؟ إلا ولد طبعا. خايف بقول له الملثمين يا أستاذ. ولا طيب هل هم السومريون ولا العمانيون؟ ما ظنيتش ولا الأتراك؟ ما ظنيتش. سومريون. 100 دولار من الوطنية موبايل. ألف مبروك ألف مبروك. هلا هدول بزيدوا مشترياتك شوية يا أخوي أحمد حبيبي. وسمير. ألو. يسعد مساك يا سمير. يسعد مساك بنوار النبي. سمير بالسين ولا بالصاد؟ سمير بالسين بالصاد. حياة أمي بقلت يعني أنغش عن هيك عبث. أنغش حياة أمي كانت تقول هي يا سمير. الكبار بالعمر كانوا يحكوا سمير وأشياء بالصاد. سمير من وين؟ من طول كريم. يا هلا يا هلا. وكيف اليوم عندكم الأجواء بطول كريم؟ قرب العيد. قرب العيد وكل عام بخير. أنا حاليا قاعد بشرب أرقيلي في رام الله. هون يعني جيرانكم جاي تعمل مشتريات يعني من رام الله كمان؟ لا والله انا بدنا في رام الله. اول عام اجينا عندكم ربحنا عندكم. هذا يعني خلص انت معنا. تقول ليش بدهم في الامن الوطني؟ لا في الاستخبارات. جيران جيران يعني. حياك الله. الله يبعد عنا الاستخبارات يا سيدي يعني اللي يصير فيه اشياء. حياك ربنا. لا لا انا بحكي الله يبعد عنا الاشياء الاستخباراتية والاشياء مش وتوت. طيب يا سمير اي رقم بدك؟ انا والله منشي من اول الشهر على رقم 13 مش شايف البسطة. طيب 13 موجود. موجود 13. تعال نجرب نشوف شو فيه. طيب سؤال. نعم. ما هي النمارق؟ هل هي الوسائد ولا الملاعق ولا النوافذ؟ أظن الوسائد. لا 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 الوسائد. الوسائد مصفوفات على النمارق. صح. مبروك عليك 100 دولار من الوطنية موبايل. مبروك يا سمير. كمان في تليفون ما شاء الله ورا بعض. طيب الو خلود. ايه مرحبا. اهلا وسهلا يا خلود. من وين يا خلود؟ من بيت لحم. من بيت لحم ما شاء الله. والله في بيت لحم يعني اليوم هي ثاني او ثالث اتصال من بيت لحم.
ان شاء الله بلكي يطلع لنا السياره. يا رب يطلع لك السياره يا الله. تروح لبيت لحم وتنمروها بنمرة بيت لحم هيك وتكون مزينة بيت لحم يا رب. يا رب إن شاء الله. وتنبسطوا فيها على وجهها العيد يا رب. إن شاء الله. عندك سيارة يا خلود؟ لا والله فيش. طيب معك رخصة؟ لا نطلع مش مشكلة. خلاص متى بتقدمي؟ نطلع السيارة بعدين. هلا أنت اطلع السيارة وبعدين مش راح نختلف على الرخصة ولا يعني نجيب الرخصة أول فيش سيارة لا أنت بتصف فيها وبعدين بتروح زي بشرة بدها تجيب سيارة بعدين الرخصة. فهيك عملتوا كعك يا خلود ولا ما عملتوش؟ لا والله ما عملت. بتشتري شرية؟ لا كيلو كيلو الكعك ب 50 و60 شيكل حتى الكعك بغلوه في الاعياد. شو اللي قاعد ومتعبان وشاري المواد؟ شو تعبان وقديش وبكلف وكله كيلو عجوه اقل من كيلو عجوه نص كيلو عجوه شويه سميد ومش طيب بس انت ما اخذ كيلو كله 15 17 شيكل بتكون عامل الكعك الكيلو الكعك والتنقيش والبرم والعجن والخبز. هلا هذا كله على النسوان تعب هذا طيب مش هذا تعب ناس بدهم ياخذوا حقهم. خلص يا ستي خلص معناته كيلو الكعك يا جماعه اللي بتكون تشتروه اذا كان ب 50 شيكل بكون رخيص رخيص يعني بكون غالي ب 100 شيكل. يلا خلود روح على البسطة. يلا شو حابة تختاري رقم؟ شو الأرقام الموجودة؟ أنا بصراحة ما فيش عندي من 2 ل30 من 2 ل30 رقم 3 رقم 3 رقم 3 وعندك سؤال. السؤال هذا أظن طلع معنا. ما هو صوت الدجاجة؟ نقنقة ولا لقلقة ولا صياح؟ صياح. لا لا صياح هذا للديوك. نقنقة هذا للديوك. عندنا ديك بيقول لا على طول لحد ما حكيت صياح الا في واحد من دار الديك بيقول لي لا مش هو الجواب. نقنقة. $100 من مخماس فنلاند. الف مبروك الف الف مبروك يا خلود. طيب مشاهدينا للمشاركة برنامجنا اتصلوا على أرضي على 17882 أو ابعثوا رسالة نصية فيها الرقم 5 على جوال على 37410 أو على وطنية 6052. حديثنا لليوم خلصت. منشوفكم بكرة بنفس الوقت إن شاء الله على 10:30. كونوا بخير. صباح الخير.